تفسير يوم يكشف عن ساق فيها وجهان للعلماء. أولا ورد حديث عند البخاري فيه يكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يخر فيخر لوجهه طبقا واحدا. إلا أن هذه اللفظة منتقدة على البخاري، والصواب هو ما أخرجه البخاري أيضا، فيكشف ربنا عفوا فيكشف عن ساق. وردت روايتان فيكشف ربنا عن ساقه، ورواية فيكشف عن ساق، ورواية يوم يكشف عن ساق هي الأصح وهي الموافقة للقرآن كذلك. وعلى ذلك فمعناها على رأي كثيرين من العلماء كابن عباس وغيره من أهل العلم يكشف عن أمر عظيم، والله تعالى أعلى وأعلم.